الحياة اللي لا ينتهي ابدا ولن ينتهي. الحقيقه جالنا فيديو من دكتور ياسر فرج رئيس مركز ومدينه اوسيم. الفيديو ده يعني هنشوف كده مع بعض الفيديو ونرجع نعلق عليه. كان الدكتور ياسر فرج بيمر في شارع من شوارع المدينه وشاف قهوه، والقهوه دي للاسف كان عليها طلبه هربانين من المدرسه وقاعدين على القهوه. تعالوا نشوف كده جزء او نشوف الفيديو ده ونرجع لكم للتعليق. رد عليا، رد عليا، انت شايف يدي ربنا، يدي ربنا ان انت تاكل عيش وتاكل طريق المنطقه كده؟ انت شايف المحل فين يا باشا؟ انت شايف المحل فين؟ لازم يا باشا حاجه عليها يا باشا حاجه عليها. معلش هم عشان جايبينها بالقسط والله لسه جايين كلكم في عينيا. ولا جاي هنا خدمتك؟ مش انا عارف والله انت كده. انما الشارع ليه حق، الناس ليها حق انها تمشي وتعدي. والله العظيم جايبين القهاوي من قله الادب من الافران اللي بتطلع على بره. ما ينفعش حضرتك.